باشمهندس. إن شاء الله على بركة الله. السلام عليكم، معكم حسين من مدينة المغرب. إن شاء الله اليوم سنتكلم عن موضوع جد مهم، ألا وهو جيولوجيا. فهي الكوكب، جيولوجيا الأرض، فكوكبنا هو الذي نعيش فيه. دونك لا بد لنا أن تكون لنا دراية عن مكوناته وكيف تشكل منذ البداية. فعلى بركة الله، درسنا الأول سيكون حول عن جنرال جيولوجي، أي موضوع شامل. إن شاء الله في الحصص القادمة سنتخصص في موضوع معين. سنقوم الآن بتقديم أو بتعريف علوم الأرض. فعلوم الأرض أو الجيولوجيا هي علم الذي يدرس الأرض، الذي تسمح لنا يعني برؤية أرضنا، يعني كيف تشكلت انطلاقا من الشعاعات التي كانت متفتتة في الفضاء إلى أن أصبحت كالشكل التالي الذي نراه اليوم، ولا شكل كرة أرضية. أننا نعيش في هذا في على الكرة الأرضية، فلا بد لنا أن نعرف بنياتها ومعرف ما يحدث في باطنها الغير المرئي. في انطلاقا من هذه الدروس إن شاء الله سنتعرف عن مجموعة من مجالات الجيولوجيا إن شاء الله درسا تلو آخر. البتروغرافي أو البتروغرافيا هي علم الصخور، يعني نقوم بفرز صخور وتصنيفها على حدة، فنقول أن هذه الصخور باطنية أو أنها صخور تشكلت على سطح الأرض. سامعك تقريبا، حصل عطل، فهنتظر المهندس يدخل تاني إن شاء الله. هو في مشكلة، بس المحاضر خرج فمنتظرين دخول مرة تانية. في مشكلة تانية
اعذر المهندس ترجع تاني تفضل يا باشمهندس. ايوه باشمهندس. ايوه السلام عليكم، استسمح عليكم السلام ورحمة الله. على الخطأ، الله يكرمك يا استاذ، استسمح جزاك الله خير. والله استسمح. كما قلت سابقا، دونك سندرس مجموعة من مجالات الجيولوجيا، دونك لا بيتروغرافي كما قلنا، فهي علم يدرس أصناف الصخور الموجودة سواء داخل الكرة الأرضية أو خارجها. لا باليوكلايماتولوجي فهي علم يدرس طبيعة المناخ، هو حار رطب إلى آخره. لا سيديمونتولوجي فهو علم يدرس طبيعة الرواسب ودراستها، كيف يقوم هذا الترسب، سواء عن طريق الماء أو عن طريق الهواء إلى آخره، وما سنستصيغه في المحاضرات القادمة إن شاء الله. لا جيوسيمستري فهي علم أيضا يدرس دراسة الكيمياء لطبيعة الصخور، يعني الكيمياء الجيولوجية، فهي تعطينا مكوناتها الكيميائية. لا جيوكرونولوجي فهي علم آخر يعطينا التأريخ النسبي لمجموعة من لمجموعة من يعني يعطينا تاريخ نسبي لمكونات الأرض. لا باليونتولوجي وهو علم أيضا يدرس الحفريات، يعني دراسة كمثلا الديناصورات وإلى آخره. لا تكتونيك فهو أيضا علم يدرس يعني كيف تكونت السلاسل الجبلية، وكيف تكونت مثلا المحيط الأطلنطي إلى آخره، يعني تكتونية الصفائح وتكتونية سواء على إيش، صغير أو كبير. الاستراتيغرافي فهو أيضا علم آخر يدرس طبقات الأرض التي تتعاقب واحدا تلو الأخرى، مرتبطة بالسيديمونتولوجي. الفولكانولوجي وهو علم يدرس البراكين، يعني كيف يتكون وكيف يعني ننظر إليه، سواء كيف يتكون داخل الكرة الأرضية، ثم يصعد إلى الأعلى، يعني فهو علم يدرس انطلاق من تكوينه من الأول إلى الآخر، وطبيعة الصخور التي يعطيها. انطلاقا من هذه الدروس إن شاء الله سنتعرف إلى أهداف فهم وتكوين الأرض، وفهم العمليات الرسوبية ونقل الرواسب من متزمات المياه أو في حوض الترسيب مثلا كبحيرة أو بحر أو إلى آخره. إتقان، بالإضافة إلى إتقان تخصصات الجيولوجيا كعلم الخرائط وعلم الصخور وعلم المعادن الجيولوجي وعلم الجيوفيزياء وعلم المعادن الميتالوجي، وهناك علوم أخرى
الله إن سمحه. So الأرض فهي من بين الكواكب على في الفضاء. Donc النظام الشمسي فالنظام الشمسي متكون من ثمان كواكب. هو مجموعة من الأجسام التي كما قلت النظام الشمسي متكون من 8 كواكب. دونك ميركوري فينوس الارث مارس جوبيتر ساتورن اورانوس اي نبتون. و العلماء قسموهم الى 2 كواكب داخليه وكواكب خارجيه يعني دي بلانيت تيلوريك دي غازز بلانيت تيلوريك بلانيت. سنتعرف إلى المجموعة الأولى وهو التيلوريك بلانيت. هي كواكب صغيرة وليست ضخمة وكثيفة. والنموذج الأصلي لهذه الفئة هو كوكب الأرض وهو أيضا هو الذي يتكون على مكونات الحياة لأنه يوجد به الهواء والماء يعني هو الذي فيه الكاركتيرستيك لعيش الإنسان. بالنسبة للكواكب الأخرى فهناك نتحدث عن عطارد والزهرة والمريخ بالإضافة إلى المجموعة الثانية فهي دي غازز بلانيت تتكون من جوبيتر نبتون اورانوس اي ساتيرن. بالإضافة إلى ذلك إلى هذه المجموعة الشمسية فهناك أطياف صغيرة بين الكواكب وتسمى بأستيرويد. هي كويكبات تشكل حزاما يقع بين كما نراه هنا الأستيرويد الذي يقع بين المريخ والمشتري. هذه كويكبات هي النجوم يعني المتساقطة كالشهب والنيازك التي تضرب الأرض يعني هي التي تصطدم بكرتنا الأرضية هي التي نجدها تأتي من خارج غلافنا الجوي وتسمى النيازك أو بما يسمى الشهب. وهي عندما تخرج من مدارها تفقد سيطرتها وتسقط على كوكبنا الأرض. فسننطلق الآن إلى مفاهيم علم الزلزال وبنية الأرض الداخلية. فبنية الأرض الداخلية عرفناها انطلاقا من علم السيسمولوجي هو الذي أعطانا دراية بمكونات الأرض الداخلية انطلاقا من النواة إلى القشرة المحيطية أو القشرة المحيطية أو القشرة الأرض.
الأرضية. فالأرض هي واحدة من ثمانية الكواكب كما قلنا في نظامنا الشمسي، يبلغ استسمح لي لأني لا أعرف ما مشكل زوم، فهو يخرج اعتباطيا. استسمح. كما قلت أنا عمر الأرض فهو 4.6 مليار سنة، ويمكننا أن نتعرف إلى مكوناتها الداخلية انطلاقا من عدة تقنيات، كتقنيات الجيوفيزياء كما قلنا، أو بإحداد ثقب بالأرض وإخراج، ليس عميقا جدا، لا يعطينا دراية بمكوناتها الداخلية إلى النواة، أو فهو لا يتراوح بضع كيلومترات. وبذلك يبقى العلم الوحيد الذي يعطينا مكونات الأرض فهو السيسمولوجي. السيسمولوجي فهو علم الزلازل، هو دراسة الزلازل الطبيعية، يعني هو حركة، ما هو الزلزال؟ فهو حركة طبيعية، حركة قصيرة للأرض من بضع في بضع ثوان أو بضع دقائق بسبب وصول موجات مرنة تنتقل، يعني تنتقل من الأرض من مكان حيث الطاقة تسبب الزلزال، يعني إخراج طاقة الأرض هي التي تعطينا إحداث زلزال على السطح، يسمى ببؤرة، مكانها هو بؤرة الزلزال فوي، أو مركز الزلزال هو منطقة موجودة على السطح وهي التي تقع مباشرة على بؤرة الزلزال، وهي تعد منطقة خطيرة لأنها يكون فيها الزلزال قوي جدا بالمقارنة إذا ابتعدنا قليلا منها، فتنتشر الموجات الزلزالية على شكل دائري لتصل إلى سطحنا الأرضي كما قلنا، فهي تكون
جد قوية مباشرة مع البؤرة مع البؤرة الزلزالية. وهناك نوعان من كما نقول دي زون، نوعان من الموجات. فهناك الموجة النوع الأول وهو الموجة الانضغاطية أو الموجات الطولية التي تنتشر على شكل طولي أثناء مرورها، وتخضع الصخور لضغط وتمدد بالتناوب على حسب اتجاه انتشار الموجة. يمكن أن تمر الموجات عبر المواد الصلبة والسوائل والغازات، فهي تخترق الموجات بي فهي تخترق جميع كما كان مكوناتها، سواء السوائل أو صلبة أو فيها غاز، يعني هي التي تنتشر، هي التي تخترق كل مكونات الأرض، فهي تكون خطيرة جدا. بالنسبة وتصل سرعتها إلى 6 كيلومترات في الثانية. تصل سرعتها إلى 6 كيلومترات في الثانية، وهي جزء العلوي منها، يعني قد تصل إلى 7-8. أما بالنسبة للنوع الثاني، ما يسمى الموجات الضخمة والموجات أو الموجات الثانوية زوند إس، تتحرك المواد هذه أفقيا، أما هذه فتتحرك عموديا على عكس الموجات الأولى، يعني تمشي عموديا باتجاه انتشار الموجة. تنتقل الموجات السطحية فقط بواسطة المواد الصلبة، كما قلنا هذه تنتشر، يعني تخترق جميع مكونات الأرض، سواء كانت صلبة أو سائلة أو بها غاز. أما الموجات الثانوية فهي تنتقل فقط في المواد الصلبة. تبلغ قيمة السرعة في سرعتها في قشرة الأرض هي 3.5 كيلومتر في الثانية، فهي أصغر من الموجات الأولية. كما قلنا الموجات الأولية تصل إلى 6 كيلومتر في الثانية. يعني هي أبطأ من الأولى. والموجات بتصل إلى أجهزة قياس. أما الموجات فالموجات بما أن سرعتها قوية فإنها هي الأولى التي تصل إلى أجهزة القياس الزلزال التي نراها اليوم بعد الموجات إيس، وبالتالي تسمى الموجات الأولى تسمى موجة أولية، والموجة الثانية تسمى الموجة الثانوية. وهناك أيضا نوع آخر من الموجات بما يسمى L و R، فهذا النوع من الموجات ويأتي متأخر جدا على الموجات الأولية والثانوية، فهو يأتي من بعدهم، هو الذي نراه، يعني هو الذي يأتينا متأخر جدا كما سنراه في على هذا الشكل. فالموجات كما قلنا الموجات بي هي التي يعني تظهر
الأولى على المخطط السيسمولوجي، هذا يسمى مخطط سيسمولوجي، يعني عندما يضرب الزلزال هناك جهاز يسمى سيسمولوجي يقيس معدل أو درجة الزلزال. فالموجات التي تصل الأولى فهي الموجات بي، أما الموجات S فهي تصل يعني ثانوية، هي تصل بعد الموجات بي، أما الموجات الأخيرة فهي تسمى بالموجات السطحية، فهي تأتي جد 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 متأخرة. فما قلنا هناك ثلاث أنواع، النوع الأول هي الأولية، والنوع الثاني ثانوية، والنوع الأخير هو الذي تنتشر على السطح، على سطح الكرة الأرضية. كما مبين هنا يعني مكونات الخشب، مكونات الأرض انطلاقا من النواة، والنواة تنقسم إلى قسمين، سواء النواة الداخلية والنواة الخارجية، وهناك أيضا الرداء أيضا منقسم إلى قسمين، الرداء السفلي والرداء العلوي، بالإضافة إلى القشرة تنقسم إلى قسمين، القشرة الأرضية والقشرة المحيطية. فهناك أيضا دي ليميت، يعني دي فوارق ما بين القشرة والرداء، وتسمى موهو، وبين الرداء والنواة الخارجية تسمى جنتربوم، أما ما بين النواة الخارجية والنواة الداخلية فتسمى لهمات. فهما يعني عندما الموجة الزلزالية تغير مسارها سواء من الصلب إلى السائل، يعني تحدث تغيير. فعندما نتحدث هنا عن لهمان فهي تفرق ما بين النواة الداخلية والنواة الخارجية. النواة الداخلية فهي سائلة، أما النواة الخارجية فهي صلبة، يعني وتكون على 5155 كيلومتر، وكذلك بالنسبة هنا وهنا. الجيوكرونولوجي كما قلنا فهي علم هو الذي يعني يعطينا التأريخ سواء كان نسبيا أو مطلقا، يعني هو الذي نحدد به تاريخ الكرة الأرضية، يعني هل هي كما قلنا عمر الكرة الأرضية وهو 4.6، يعني كيف عرفناها؟ عن طريق الجيوكرونولوجي، فهو علم يدرس يعني يعطينا دراية على عمر الأرض وعمر بعض الصخور أيضا كما تظهر سواء على سطح الأرض أو داخلها. هناك نوعان يعني من الجيولوجيا الزمنية، النسبية أو المطلقة relative and absolute. النوع الأول relative geochronology فهي انطلاقا من هذا العمر، نستنتج انطلاقا من تقاطع، انطلاقا من علم طبقات الأرض، يعني
انطلاقا من التراكب واستمرارية والتقاطع والتوزيع للأحافير. هل هي مثلا متكونة من حفريات قديمة التي عاشت مثلا في العصر الحجري، في العصر الطباشيري أو غيرها، مما يجعل من الممكن إعادة بناء الترتيب الذي حدث به السلسلة من الأحداث الجيولوجية، فيسمى the relative geology، يعني من تلك الرواسب التي أمامنا، التي ننظر إليها أفقيا أو عموديا في كرتنا الأرضية، كما سنرى مثالا إن شاء الله في الحصص القادمة. الجيولوجيا الزمنية المطلقة أبسولي على أساس تقنيات القياس الإشعاعي، يعني انطلاقا من التأريخ المعادن من الصخور والبراكين المتحولة، يعني انطلاقا من based on radiometric، انطلاقا من ما يسمى بجيوكرونولوجي أبسولوت، يعني نأخذ عينة من الصخور وندرسها ونقوم بتأريخها بالقياس الإشعاعي، فيعطينا عمرها المحدد. كما مبين هنا دي غولاتيف جيوكرونولوجي انطلاقا من بعض الحفريات، فهناك بعض الحفريات التي عاشت في الكامبريا وأخرى عاشت في الأردوفيسيا إلى آخره إلى عصرنا الحالي. أما الآن فكرتنا الأرضية يعني مرت بعدة أزمات، فهي ليس كما ترونها في ناقص 200 مليون عام أو ناقص 300 مليون عام، فهي جد مختلفة الآن، تتوفر على الحياة الطبيعية بدون كوارث، بدون يعني البراكين التي كنا نراها في ناقص مثلا 200 مليون سنة أو ناقص 300 مليون سنة. يعني هناك خمس أزمات بيولوجية كبرى منذ تكون الكرة الأرضية. كما تنظرون إلى هنا، فهناك هذا ما يسمى ليشيل ستراتيغرافي أو الزمن الجيولوجي انطلاقا من تكوينها. كما قلت هناك خمس أزمات منذ بداية تكوين منذ بداية الحياة على الأرض. هناك أزمة تسمى أوردوفيسيان سيلوغينية، هي بين حقبة زمنية the period الإشيل ستراتيغرافي، كما قلت فهو مقسم إلى أربعة إلى أقسام: air, the period, the pure event. هذا يسمى حقبة زمنية كبرى، كما نقول the pre-cambrian, the paleozoic. هناك إشيل ستراتيغرافي مبسط هنا، سأقوم ب
لا الأولى هي ما بين الأردوفيسيان والسيلوريان، فهادو أردوفيسيان والسيلوريان فهما حقب زمنية، فالأزمة الأولى هي ما بين أردوفيسيان والسيلوريان منذ حوالي تقريبا ناقص 445 مليون سنة. كان من الممكن أن يتسبب يعني من أسباب هذه الأزمة وهو البرودة انطلاقا من التجلد، يعني الجليد كبير أعطانا اضطرابات مناخية وبيئية مما يجعل من الصعب على بعض الأنواع وكثيرها من النظم البيئية التكيف يعني مع جو البرودة، ويؤدي هذا إلى اختفاء مجموعة من العائلات والأجناس والأنواع، يعني ماتوا. أما بالنسبة للأزمة الثانية وهي تسمى أزمة الديفون الأعلى، هي ما بين الديفونيا والكربونيفير، فهي تأريخها النسبي ما بين 380 و360 مليون سنة، وسببها اختلافات متكررة في مستوى سطح البحر والمناخ، يعني الجليد الذي تكون هنا بعد مرور مئات السنين، المناخ الجوي يعني لدرجة الحرارة مما أدت إلى ذوبان هذا الجليد على وارتفاع مستوى المياه، بالإضافة لظهور غطاء نبات أكبر من القارات، كان ممكن يعني تسبب نقص مثلا الأكسجين في المحيطات، مما أدى أيضا إلى انقراض عدد كبير من العائلات والأجناس والأنواع. إن شاء الله في الحصص المقبلة سيكون درس عليهم إن شاء الله. أما الأزمة الثالثة وهي أزمة العصر البرمترياسي، هي أزمة تاريخها تقريبا ناقص ما بين 252 و245 مليون سنة، وهي نتيجة النشاط البركاني الكبير في انخفاض أدينا انخفاض مستوى، يعني هي سببها النشاط البركاني الكبير، مما أدى أيضا إلى التغيرات المناخية، يعني في أجواء عيش بعض الحيوانات كالديناصورات فهي انقرضت هنا ناقص 200 ما بين ناقص 252 وناقص 245. أما أزمة العصر الترياسي الجوراسي ترياس جوراسي، فهي أزمة قبل 200 مليون سنة، مرتبطة بالشكل على انخفاض مستوى سطح البحر والنشاط أيضا النشاط البركاني الشديد، مما أدى أيضا إلى انخفاض كبير في مجموعة من العائلات والأجناس من أنواع الكائنات الحية. وفي الأخير أزمة
العصر الطباشيري أو يسمى كريتاسيوس، فهي أزمة عمرها ناقص 66 مليون سنة، أدى إلى سقوط مما من أسبابها سقوط نيزك والنشاط البركاني الكبير، مما أدى أيضا إلى اختفاء مجموعة من الكائنات الحية. عفوا، فالديناصورات فهي انقرضت هنا ناقص 66 سنة، ليس في ناقص 245 سنة كما قلت سابقا، فهي انقرضت مثل الديناصورات لزامونيت لغيدي. أنا نرى هنا فهم بعض الكائنات التي قد اندثرت على الكرة الأرضية فلم نعد نراها الآن، فأصبحت أثرية بالنسبة لنا، حل مثلا لكوغو، لبراكيوفود، لتخيلوبيت، لجرامبوليت، لباغادوسوب، وأيضا لزامونيت، لديناصور، لغيديس، وبعض كائنات الطافية أو غيرها. فهذه الخصائص التي قلناها على الأزمة الأولى، أزمة الديفونيا كما شرحتها سابقا، على عمرها ناقص 380، ما بين ناقص 380 و 360 مليون سنة، ما أدت إلى انخفاض في المستوى أو اندثارها مجموعة من الكائنات الحية. أما هذه فبالنسبة للأزمة الثانية بعد الخصائص التي ذكرتها سابقا، العصر بيرمو ترياسيك، فهي ما بين ناقص 200 52 وناقص 245.
استسمح فإن هناك مشكل لا أعرف هل هو من الريزو أو من التطبيق زوم. ما هذه فنسبة بالنسبة لي للأزمة الأخيرة ترياسيك جوراسيك التي حدثت هنا ناقص 200 مليون سنة. أما بالنسبة ل التفصيل الزمني الجيولوجي دي كرونوستراتيغرافي فسأقوم إن شاء الله في الحصة المقبلة. على ما أظن هناك مشكل لا أعرف هل هو من مشكل الريزو أو مشكل زوم حتى أعالجه إن شاء الله في الحصة المقبلة إن شاء الله، وسأقوم بتفصيله جيدا. فأعذروني اليوم على الخروج والدخول الغير الاضطراري، فأستسمح جيدا إن شاء الله في الحصة المقبلة. أتمنى أن تكون حصة قيمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو هناك أسئلة فتفضلوا، مشكورين. لو في اي حد يا جماعه عنده اي سؤال ممكن يعمل ريز هاند او يبعت السؤال في الشات. لا يا جماعه، انا استسمح على هذه الحصه اليوم، استسمح جيدا. كنت اريد ان اعطي معلومات اخرى الى ان ينتهي الوقت، لكن لا اعرف مشكل هنا. ما لا اعرف هل من هو الكاتب الريزو. استسمح. وكده تقريبا مفيش أسئلة. أو لما فيش أسئلة إن شاء الله أنتظركم في الحصة القادمة إن شاء الله، على أن لا يعيد إن شاء الله نفس الخطأ إن شاء الله. سأقوم بمعالجته إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.